السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم لعبة المغرب مع جنوب أفريقيا. فأنا كنقول غادي يكون ليس اللعب يعني بالعاطفة، ولكن كنقول أن ضروري غادي ينتصر المغرب. علاش؟ لأن السير كراكي ولا اللعابة ولا الطاقة ولا الجامعة الملكية عارفين هذا ماشي أنه عند واحد المنحنى اللي هو فورت سياسي. اللي نقدر نقول لكم أنا في إن كونكليزيون واحدة، إلا خسر المغرب خسرنا في السياسة وفي الرياضة. نجحنا في السياسة ونجحنا في الكورة. إلا نجحنا غادي تخسر جنوب أفريقيا والجزائر وإيران. تفهمنا؟ هذا هما باش أنا نزودكم بهذه الأفكار اللي انتم خاصكم تكونوا عارفينها. إذن هذه المباراة فهي سياسية 99% فاصلة 9,999,000,000 أنهم خاصهم هنا فين تجبدوا لي الوطنية ديالكم. خلينا من داك البوكليب ديال اللعب مال اللعب مال، خاصك تربح هنا. هادي الوطنية ديالك، هادوك الخوانة ديال حقوق الإنسان، الخوانة ديال الداخل، الخوانة ديال سميتو التراب المغربي، خاصهم يضربوا بهاد الماتش. وحنا كنعرفوا الكرة وماذا وما عليها من زوايا كتغرق، فهي السياسة، فهي الاقتصاد، فهي كل شيء. معكم مصطفى العفير من الرباط، وصلى الله تعالى سيدنا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ديما مغرب. عندنا احتمال كبير أن المغرب المنتخب ديالنا غادي يربح، لأن عندنا ثقة في الناخب وليد الركراكي، لأنه جامع واحد مجموعة من اللاعبين محترفين بالفرق الأوروبية، عندهم إمكانيات الوصول وانتصار في هذه المباراة، وان شاء الله غادي يكون غير خير. ان شاء الله شي 3-0. انتصر على جنوب افريقيا 3-0. ايوا نتمنوا ليهم الفوز ان شاء الله، وغادي نشجعوهم ان شاء الله، ونتمنوا يكون الخير القدام. احنا معاهم ان شاء الله، وحنا من الدعاء والله الا كندعيو معاهم حيت يتوفقوا ويترافقوا كلشي وليداتنا وليدات المغرب، وكنتمنوا المغرب ديالنا ان شاء الله للازدهار والتوفيق ان شاء الله. ولا اله الا الله محمد رسول الله، ربي معاهم. اوراق ديال المنتخب جنوب افريقي مكشوفه، لان تنعرفوا 7 ديال اللاعبين ديالهم تيلعبوا مع الصندوق، تنعرفوا مزيان، تعرفهم يحيى عطيه الله، تعرفوا وليد الركراكي. المباراة لازم تكون قوة الدينية وقوة البدنية وانضباط ذاتي وتكتيكي والسرعة وعدم التسرع، ولا يكون أكثر تركيز هو اللي غادي يسجل. وإن شاء الله تحسن المباراة في 90 دقيقة إن شاء الله، ما نمشيش للبرونوكاسيون، ما نمشيش لتيغو دو بيت إن شاء الله. وخا حنا فور في تيغو دو بيت عندنا 7 في المرمى، حنا إن شاء الله نربحوا في الماتش في 90 دقيقة إن شاء الله. كنتمناو للمنتخب الوطني المغربي التوفيق والانتصار في هذه المقابله المصيريه باذن الله. كنشجعهم حنايا، وكنتمنوا وليد الركراك يعطيهم شي تشكيله ناضيه باش نتفوقوا عليهم، حيت اصلا هذوك ربحوا 100 الوداديين، وكنتمنوا حتى المغاربه يربحوهم بشي 3-0 ان شاء الله. لقاء قوي، وكنتمنى انا من اللاعبين انهم ياخذوا هذا اللقاء بواحد النيفو، يكون لقاء بدنيه كبيره باش يقدروا يجاريوا هذيك 90 دقيقه. كنعرفوا 90 دقيقه في الادغال الافريقيه، وسيرتو في الكوت ديفوار والمناخ والحراره والرطوبه، يعني راه صعيب. كنتمنى، شوف الامنيه اخويا كبيره، تايق فيه غادي نجيبوها اليوم باش ما عطا الله غادي نجيبوها. كلهم لاعبين مزيانين، لا اللي رون بلاصه ولا اللي لاعبين، زعما ان شاء الله النتيجه غتكون لصالحنا.
نتاق في المنتخب وديما المغرب وان شاء الله نربحوا يا ربي ان شاء الله. التوقع ديالي 2-1 للمنتخب المغربي ان شاء الله. الا كان حس واحد الناحيه الا كان واحد لا كانوا فيزيكمون مزيان كنقول بان النتيجه غتكون صالح المنتخب المغربي ب 2-1 ان شاء الله. انا كنتوقع بان المغرب غيربح في نتيجه 2-0. او حنا كنتايقين في الاسبوع ديالنا وان شاء الله يكون خير. توقعات ديالي يا ربي ما بغيت لا دار لا طوموبيل لا فيلا لا والو، بغيت المنتخب المغربي يربح اليوم يا سيدي يا ربي، ما بغيت حتى شي حاجه، ما بغيت لا فيلا لا نمشي للطاليان لا الامريكان، بغيت اليوم المنتخب يربح يا سيدي يا ربي وغنربحوا ب2-0 ان شاء الله. تنثقوا في الركراكي وتنثقوا في اللاعبين كلهما اكيد، ونتمنى التوفيق للفريق الوطني للاخذ مزيد من الارتسامات. الجماهير الحاضره هنا في مدينه سان بيدرو في ملعب لورون بوكو. بعد اولا وقبل كل شيء كنشكروا الرياضيه اللي دائما معنا في جميع البلدان ديال العالم. في الحقيقه المقابله غتكون صعيبه وغتكون مصيريه، لان كنظن بان هذا اللقاء سيكون هو المفتاح ان شاء الله باش تفوزوا بكاس افريقيا، لما لا منذ 1976. هذه تكون فقط البدايه. ناخذ العنصر النسوي. جلاله جلاله تفضلي معنا. تفضلي 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 تفضلي، لاباس عليك وشي بخير؟ موجودين مسند الفريق الوطني بطبيعه الحال. احنا جينا من ابيدجون، الجاليه المغربيه مقيمه في ابيدجون، ترحبوا بكم وديما مغرب وثقتنا في الركراكي وفي المنتخب الوطني كبيره ان شاء الله. اليوم غنربحوا، عاش الملك والله يشافي لنا سيدنا والله يخلي لينا. ميرسي بوكو. ناخذ مناصر 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 ايفواري، مناصر ايفواري في هذه الصور الجميله اكيد دون اون امبيونس اكسبسيونيل اوجوردي. Vous êtes là exceptionnel évidemment pour supporter l'équipe. Absolument, on n'a pas besoin de dire ça. La deuxième nation ivoirienne c'est le Maroc et le Maroc va gagner. Ça sera pas un match difficile, ça sera pas un match étriqué. Le minimum c'est 2-0 pour Morocco. هكذا هي الاجواء هنا في ملعب